طيب حبايبي جريد 3، تعالوا كده نكمل بقية دروسنا. فيرست تير 2024، لما يجي لك حبيبي شيب بالشكل ده، الشكل اللي قدامك ده، والراجل اهو بيقول لك ان دي كده السكوير ده ديب 1، انا ممكن اطلب منك حاجتين، ممكن اطلب منك عايز البراميتر، وممكن اطلب منك انا عاوز الاريا. احنا هناخد حاجه تاني برضو بارامتر واريا، ايوه بس مش بالسكوير، مش بالمربعات اللي انت شايفها دي. تعال الاول نلعب بالمربعات. لما اقول لك انا عايز البارامتر تقول لي اعمل كاونت من بره اوت بوردر، مش فاهم، تقول لي احدد نقطه عشان هلف وارجع لها وابدا اعمل كاونت من بره. تعمل كاونت ايه؟ اسمها اوت بوردر. اوت بوردر. تعالوا حبايبي نكمل كده ونقول، يبقى لما يقول لي انا عايز البارامتر تقول له بشتغل اوت بوردر. اوت بوردر يعني اشتغل من بره، فتقول كده لازم احدد بدايه، احط نقطه. اسمع بقى يا مستر، امشي كده ولا امشي كده؟ انت حر. يعني انا حر؟ حاضر يا عم انا همشي كده. بص بقى اوت بوردر، يبقى هقول 1، اسمع صدقني 2 3، ما تدخلش جوه، لا اوعى اوعى تدخل جوه 4، بص 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 ادخل جوه اوعى 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17، وصلت اهو بقى عندي 18 سكوير يونت يعني. طب ممكن اكتب كده اهو، طب هو قايل لي سنتيمتر، خلاص حبيبي سنتيمتر. يبقى لما اقول لك بارامتر تقول لي اشتغل ايه؟ اوت بوردر، يعني عد من بره. تعالى بقى عايزين نقول الاريا، بسيطه يا مستر. الاريا يا مستر اشتغل ان، اشتغل من جوه كاني بدهن الحيطه. تعالى يلا نشوف مع بعض، بص مع بعض. يعني انا يا مستر اعمل كاونت اشوف كان 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 عندي كام سكوير؟ اه ها 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى هنا 8. الراجل ده بص بقى كان بيقول لي البارامتر كام، اقول له انا عملت كاونت طلعوا 18 وهنا طلعوا لي 8، خلصت المساله. اقول لك اه، طب امال انت عايز تقول ايه جديد النهارده حبايبي جريد 3؟ يبقى انا كان عندي الاريا والبارامتر بشتغلها لما يديني سكوير مربعات، ممكن يديني حاجه تانية مش مربعات؟ ايوه. تعالوا كده نتعلم مع بعض ازاي اجيب الشيب ده، ازاي اجيب له اريا او بارامتر. اللي قدامي طالب الاريا، اسمع وتعلم. لو حد قال لك الشيب ده النيم بتاعه ايه؟ طيب حاضر، شكرا يا قمر، قولها تاني. ريكتانجل. هو خايف يقول عشان ايه ما قالهاش كذا مره فهو ناسي. ريكتانجل. يبقى الشيب ده ريكتانجل. بص بقى معايا، عرفت منين يا مستر انه ريكتانجل؟ اتعلم. الريكتانجل حبيبي بيبقى عنده لونج سايد وشورت سايد. استنى بس يا مستر ما تقولش معايا. اللونج مش هنقول عليه لونج، هنسميه لينث. كل اللي بقوله ده هتاخده تاني السنة الجاية. والشورت هنقول عليه ويدث. اسمع يا بابا، اسمع لو سمحت. يا عم يا ريكتانجل، انت عندك كام لينث؟ 2 قصاد بعض، يعني ده 6 قصاده 6. عندك كام ويدث؟ 2. ادي هنا 2، يبقى اللي قصادها 2. كلمة اللي قصادها حبيبي اسمها اوبزيت. اوبزيت اوبزيت. اتعلم يا بابا الكلام انجلش حلو زي العربي برضه. اسمع بقى، يبقى انت بتقول لي ريكتانجل، يلا نقول مع بعض يا ريكتانجل انت عندك ايه؟ عندي لينث، عندي
عندي لينث عندي ويث. لما اقول لك هات الاريا تقول لي اعمل تايمز اللينث تايمز الويث. شكرا. ايه دي يا حاج بس كده؟ اه. نقول تاني الشيب اللي قدامنا، انت اسمك ايه؟ ريكتانجل. عندك ايه؟ لينث وويث. لما اقول لك هات الاريا تقول لي اعمل ايه؟ لينث تايمز يعني 6 تايمز 2 باي باي. اقول لك ايوه بس كده. طب نعيد تاني، تعال نقول تاني. اسمع وتعلم حبيبي. بص يا باشمهندس، الشيب اللي قدامك ده بالراحه فكر، محدش يجاوب بدون اذن. لازم تعرف هو حاجه من اتنين، ريكتانجل ولا سكوير. لا لا لا، جاوبنا بدون اذن. غلط حبيبي عشان خاطري. قول يا قمر. استني عليا، امتى اقول عليه سكوير؟ لو كان السايدس ايكوال. يا مستر ده عندي سايد بفور وعندي واحد بثري، ينفع ده يبقى سكوير؟ لا، لما يبقوا مختلفين ديفرنت، واحد صغير واحد كبير، يبقى انت ايه؟ ريكتانجل. تاني، ايه الفرق بين السكوير والريكتانجل؟ السكوير السايدس كلهم ايكوال، الريكتانجل لا، واحد لونج واحد شورت. اللي قدامك ده لونج ولا شورت؟ عندي لونج وشورت، يبقى انت ريكتانجل. لما اقول لك انا عايز الاريا تقول لي اعمل ايه؟ ها؟ الله، نقول دي الاول لينث تايمز ويدث. اسال بقى الراجل اللينث كان بكام والويدث بكام؟ يبقى اقول فور واعمل تايمز. نقول تاني؟ طب واحده كمان عشان ندخل على حاجه جديده. اه وبعدين هخليك تحل. ايوه برضو، بس اسمع الشيب الاخير ده عايزك تفكر وتقول لي هو حاجه من اتنين، ها؟ ولا انتوا رايكم ايه؟ ايش عرفك؟ في لونج وشورت. الله، حلو قوي. بص بقى معايا، شايفه التول اللي فوق دي؟ اجي قصادها واكتب برضو بص على البورد عشان خاطري ما تبصش عليا. يلا بقى انت يا قمر، هو عايز الايه؟ اريا. يا حبيبتي انت مش قمر، انت هنا. بص يا بابا قدام، عايز ايه؟ حلو، تقولي له ايه؟ 2 تايمز 5. صح، بس انا عايز اللي قبلها. الله، لازم اقول كده لينث تايمز ويدث. اتعود الكلام ده، هنقوله تاني السنه الجايه واللي بعتشيها واللي بعتشيها. يبقى بعد كده اقول له اه 5 تايم 2 و5 تايم 2 بكام اليومين دول؟ تعالوا نعمل ستوب. اقول لك ايوه، تعالوا حبايبي نقول فكره قالت لي كاميليا. ايه يا مستر؟ في الستودنت بوك ما عنديش اي حاجه، كله فاضي زي اللي قدامك ده. فاحنا اتفقنا لو انا عايز البراميتر يبقى انا عايز اعمل بلس. يا مستر بقول لك فاضي اهو مفيش حاجه، اعمل ايه عشان اعرف ميجر؟ طب وعشان اعرف الميجر او اللينث لازم يبقى معايا رولر. شكرا. يبقى حضرتك بتجيب الرولر، وزي ما احنا قلنا قبل كده تعال اوريك تاني حبايبي. يبقى دينا اهو بنقول انا مش مديلك اي حاجه، فاضيه فاضيه فاضيه، ادي الرولر، بروح جايب الرولر ورفها واروح داخل على السايد بتاعي، ولازم تبقى بدايتك هنا، ها؟ من اول الزيرو. الله، من اول الزيرو يا مستر، برافو عليك. واعمل كاونت. بص يا حبيبتي هتلاقي النمبر 1 2 3 4 5، اروح كاتب على ده 6. في مشكلة؟ ألف الرولر، لف يا حجة، واروح رايح على التاني. بص بقى استني، لا ما استعجلش، اصل ده تريانجل ممكن يبقوا السايدس مش ايكوال، لكن لو كان يا بابا ريكتانجل فانا لو قست. بص حبيبي اديني بقولها لك اهو، استني يا مدام اكبري بس عليا، استني يا بابا، تعالي يا حجة والنبي. مالك يا حاج، انت زعلانه مني ولا ايه؟ اه زعلانه منك اهي.
اكبرها عشان نشوف كلنا كده شايفين. بص بقى وادي يا مستر الزيرو اهو، واعمل كاونت. بص حبيبي 1 2 3 4 5 6 7 8 بقى 8. اسمع بقى حبيبي، لما بقيس اللي فوق ده 8 يبقى الاوبزيت اللي قصاده 8. شكرا. لكن في التريانجل لا، لازم اقيس الثري سايد. بلف الرولر بتاعتي واطلعها فوق وابدا احط برضو الزيرو، ويلا نعمل كاونت 1 2 3. يعني ده 3 يبقى الاوبزيت بتاعه 3. ادي حبيبي الحاجات المقرره عليك، وبعد كده تقول له لو انا عاوز بارامتر بعمل بلس. الراجل ده بيبقى عنده 3 سايد، يبقى انا هعمل بلس لثلاث حاجات. لكن الراجل ده عنده كام سايد؟ بس عندي الاوبزيت ايكوال، يعني لو قلت 8 يبقى جنبها 8، واقول بلس 3 جنبها 3. تعالوا نعمل ستوب. ايوه